عندي تحية كبيرة 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 لواحد السيد عزيز وغالي، عزيز وغالي وكيستمع لينا هو من الأوفياء ديالنا، العزيز بيان سور. كاين بعض الناس اللي كيخليو البصمة ديالهم، كيخليو الآثار ديالهم في قلوبنا. هذا واحد السيد اللي عطى بزاف بزاف المجال ديال الطفل، بزاف في المجال ديال لاليماسيون، كنشكروه وكنحيوه من هذا المنبر. السي رشيد بوعتا، تحية ليك والزوجة ديالك أمينة والوليدات الصغار آدم وإكرام، الصغير ما عرفتوش مي كنقول لك تبارك الله عليك، وراك عزيز وغالي أود الناس. الله يخليك ديما للشباب، وراك تعاون الشباب وكتعامل معهم ودازوا بزاف ديال الوليدات وبزاف ديال الناس تحت يديك، تبارك الله عليك. سي رشيد تحيه لك من هنا من اذاعه الشاده اف ام خويا. غنمشيو عند من واحد الاتصال عند فاطمه الزهراء، واقيلا ياك اروه ديالك فاطمه الزهراء. دخلي لالا دخلي بصباطك اختي، بلاك قلبي ما يبرى غيرك ما يحلاليك، عافاك عطيني النمره. اوه اهلا فاطمه الزهراء. سلام خويا الحبيب. اهلا اهلا اهلا. نسيت واحد البنيه اسمي، كنت كنسلم على عائلتها قبيله وهي ما سلمتش عليا، سميتها ريتاج، اخت ادم واخت اكرام. والله الا فرحتيني باتصال ديالك. وانت راه فين خبرتي فين؟ هاد الايام نكون معك صريح، كنت واحد الايام ديالما وبغيت غير من خوي قلبي شويه. ويلي 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 ويلي، ما لقيتيش على من تخوي قلبك؟ اش مدينه انت قلتي لي؟ ماشي صويره، من بركان. بركان، وتخيلي معايا بركان كامله، ما حتى واحد بغيت تسرنط لك في بركان. الحمد لله الحمد لله، هدرت مع عمي عبد الرحمن السكاش الله يطول في عمره. ايه معايا وفرحانه بزاف، كان شرف ليا كبير حيت هضرت معاه. ولا لا لا لا، جات عليا انا مع انت عزيزه عليا، انا نجيب لك الفرقه اللي يلاه دات لاكوب ديال الكونفدراليه، انا نجيب لك نهضه بركان كامله عاودي ليهم ونكون وغادي نخليك فرحانه بزاف. لا ما تشكي، لا لا عزيزه بركه، ما بقيت تبكي، ما علاش تبكي؟ على الشيطان انا نتحير، انا على قبل الدريات. شو الشعر، شو الشعر بدا كيطيح ليا من راسي. شو 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 شو، صافي ما تبكيش فاطم الزهراء، والله حتى غتصفقي دابا، نسمعك حتى تصفقي. يلا حيد علي الغباشه زيد. ايوا، وتحيه لاحسن فاطم الزهراء، احسن مستمعه شدويه. ربي يخليك، شرف ليا كبير، وانا نتبعكم الصباح حتى العشيه. مرحبا بك فاطمه الزهراء، قلت لي كنعقل فاش كتفاجي. والحمد لله ضحكتي بزاف اختي، بيني وبينك امينه فاطمه الزهراء. خاص الناس يعرفوا بعدا فاطمه الزهراء شحال عندها من عام. 20 سنه. 20 سنه عندها فاطمه الزهراء، اللي كدوي ورا صوتها ولا الشهره تعطيوها غير 8 سنين. هي تبارك الله راه ما كتكبرش فاطمه الزهراء، ما تكبرش. وديما عمرك ويعطيك كل ما نولي. امين يا ربي. ياك ديما كنت كنقول لك خليك ديما ضاحكه، خليك ديما ناشطه ومبتسمه، ورزقك غادي يجيك، وصحتك راه عندك، والديك عندك. اش بغيتي مازال؟ علاش غادي علاش انت تقولي انا مديومه؟ حتى واحد ما مديوم، راه في راسك اي واحد كيكون مقلق ولا مغوبش ولا كتلقاه كبر ولا شرف قبل الوقت ولا راه سببه الهموم وكيفكر. اسيدي راه تخلقتي غدا بعد غدا غادي تدفن، دزتي في الحياه غير زائر، غضرب دويره وغادي تمشي، يعني لا داعي للمجهودات والتخمام وبقاو نفكروا بزاف ولا واجده. واجده تبداي معايا؟ ايه. ولكن قبل ما تبداي نبدا انت. نبدا انا غندي ماري انا ايسونس انا. وانت يا اليوم اشنو بغات تشاركي في البرنامج؟ شنو كيعجبك فاطمه الزهراء؟ يلا الكوزينه. الكوزينه بالضبط، اشنو بغيتي في الكوزينه؟ الخضره. نمشيو الخضره. نمشيو الخضره. سيداتي سادتي، معنا فاطمه الزهراء مدينه بركان، بطله العالم في التغوبيشه. بطله العالم في التفرنيس، ديما ضحكه اليوم صدماتني، انا جد مصدوم. غنمشيو غنبدا لك انا بطاطا. مطيشة. بصله. القرعه. خضره. شي واحد ملقى ما يقول قال له خضره. خيزو. اللف. الخيار. المكوّد. بسباس. القرعه. القرعه حمراء. الحمراء. القرعه الحمراء. صافي انا القرعه الخضراء. قلتي؟ اش قلت؟ قلت لك علي، قلت لك القرعه الخضراء. انا غادي نقول لك البسباس. انا غادي نقول لك الشيفلار. زيد يلا انا غنشجعك، انا غنشجعك يلا شجعك. الخيار. الخيار زيدي، انا غنعطيك الشيفلور هذاك.
هذا الشيء يقولوا لي ليشو ليشو الفقوس اللفت المحفور ايوا زيد زيدي بقى ربحتك ولكن كنشجعك لا لا مرا ومرا وقادة فاطمة الزهراء تبارك الله عليك شي زغريتها قولي ري قولي ري مرا ومرا وقادة يلا بالنسبة بغيت 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 معاك تجيها عليا والله حتى حنا فرحانين حتى حنا فرحانين انني كندوي معاك وكندوي وكيسمعونا الحباب والاصدقاء ديالي وديالك والمغاربه والملايين ديال المغاربه اللي كنقول لهم يتصلوا بخوهم حبيب تحيه طيبه لاختي رابعه اللي مسكين وتقبلات المكالمات الله يطول في عمرها ويحقق لها يا ربي كل ما كتمنى في حياتها الله احسن فراسك انا من اللي عرفت رابعه عمرني شفت شي واحد دعم معها الدعوه هذه عاتي ما عرفتش كيدرتي انت ميلا مسكينه هنا كتقضي حوائج الناس واللي قلنا لها كديرها وتسخر لك حتى البركان وترجع على رجليها مسكينه وشي... طيب هذيك الانسان الله يفرحها ويعطيها يا ربي كل ما كانت امين يا ربي امين يا ربي شكرا لك فاطمه الزهراء وشكرا للناس ديال البركان وشكرا للفريق المغربي اللي شرفنا وخذا الكوب ديال الكونفدراليه تحيه ليهم